أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة لقيام مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الجديدة باقتحام باحة المسجد الأقصى المبارك باعتباره استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القرارات الدولية، داعية إلى التهدئة وضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوتر في الأماكن المقدسة.